لنعمل فيليه سمك مع صلصة الأعشاب رح نحتاج لكيلو فيليه سمك، كمان بدنا ربع كوب زيت زيتون، معلقة كبيرة من الزبدة، 2 توم، وأربع معالق كبيرة ليمون، معلقة صغيرة شطة، ربع كوب بقدونس، وربع كوب كزبرة خضراء، وربع كوب شبت، ملح وفلفل. شوفي، هو دايما لما بيكون في أعشاب ما بنحطش كتير بهارات، يعني بنحب نخلي نكهة الأعشاب ظهر أكتر. تمام؟ طيب دلوقتي أنا بس عايزة أسخن الصينية، وهنحط إيه يا ستي دلوقتي؟ السمك. بس هحط له شوية ملح وفلفل، وهعمله بالدقيق بالطحين. تمام؟ طيب بس هحط له شوية ملح. بس لون السمك حلو. شوفي السمك الطازة دايما الطازة بيبقى حلو. ملح وفلفل. طيب هناخده بقى دلوقتي وعلى الطحين. هاي طريقة بسيطة وسهلة جدا، فيهاش حاجة. حطينا ملح وفلفل، بعدين على الطحين. بالظبط، هي الطحين بيعمل بيحمي السمك من ان هو يتبهدل على النار، يعني صح. هو السمك كمان بيستوي بسرعة. بيستوي بسرعة. ومش هياخد وقت طبعا. لا طبعا، حلو انه السمك عن جد بيستوي بسرعه. باخذ وقت، ماخذش وقت. يا عيني، ما كانش لازم اعمل كده. ليه يعني؟ انا طيب دلوقتي عندنا نفس زيت الزيتون ده، بقى هنعمل فيه ايه؟ هضيف له الزبده. اوكي، هضيف له حتة زبدة. نرجع تاني هنا. وهحط له الثوم. أنا عايزة دي، عايزة دي طبعا اللي هي زيت القلي، فيها طعم السمك كأنه بدون. بالضبط. وبعدين زيت زيتون مع الزبدة، فهيبقى إن شاء الله النكهة لطيفة إن شاء الله. طيب عندنا هنعمل ايه؟ مش هنعمل اي حاجة غير ان احنا هنحط الخضرة اللي عندنا، الاعشاب. الطحين بقى اللي فاضل هنا ده، مطرح السمك هو اللي هيسمك لي الصوص شوية. هو ده اللي هيخلي الصوص شوية فيها سمك، يعني زي يعني مش زي البشاميل، بس هو هي فكرة البشاميل اللي هي يعني بس خلاص كده هحط هلأ الاعشاب. الليمون والأعشاب اللي عندنا. بس أنا مش عايزاها شايفة طبعاً. خلاص، يعني هي أكلة كتير بسيطة ولا إشي، بنفس الطنجرة بعدين بنفسها. وشوية شطة صغننين كده، والباقي إيه على الوش عشان اللي مش عايز يشيلها. أيوه خلاص، هاخد ده بس أحطه على الوش، بس سخنة مش هقدر أمسكها. منى الصباغ، المحبة من الله، صباح الخير، صباح النشاط، شكرا لك. لا صباح الفل. بس احط ده على الوش كده وخلاص.